الآن للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن مش هاخد اكتر من دقيقة او دقيقتين، كل الناس يهمها طبعا انها تسمع الكلمة من مدير فني، فده وضع طبيعي. يعني برحب بكم السادة الاعلاميين، برحب بكل اللي موجود على المنصة، برحب بجهاز الفني طبعا الجديد، برحب بالجهاز اللي باقي من الجهاز القديم، بشكر الجهاز القديم على كل ما قدمه لنادي الاهلي. في بعض الأوقات كان فيه توفيق وفي بعض الأوقات ما كانش فيه توفيق، لكن قدم كل اللي عليهم. مش عايز أطول مرة تانية، لكن كل اللي أقدر أقوله في النادي الأهلي، ما حدش بيبدأ من نقطة الصفر، كل بيجي يكمل على اللي بعده. مسج بتوصل لكل الناس، للمدير الفني الجديد بقول له هتنجح بينا وهننجح بيك، ثق تماما في كده. ورانا إدارة مستقرة، ورانا جماهير عريضة، ورانا الناس مهتمة جدا جدا بتفاصيلنا، لكن أكتر من كل ده شغلنا. يعني الحاجة الأخيرة اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي، أو الحكمة اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي دايما بتقول، يعني الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك. مش شرط تسمع كتير كلام كتير، تقرأ كلام كتير مهم جدا جدا، كل واحد يعمل شغله، لكن أهم من أن أنت تقرأ أو أن أنت تسمع، أنت نفسك تعمل شغلك بما فيهم أنا. يعني عندنا شغل كتير هنعمله، عندنا حاجات كتيرة جدا داخلين عليها، دوري وكاس والسوبر وأفريقيا، فعندنا ما عندناش وقت نضيعه، عندنا شغل كتير جدا نعمله. مرحب بك مرة تانية، مرحب بالجهاز الفني كله، زي ما قلت لك هتنجح بينا وهننجح بيك إن شاء الله. شكرا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.